أعطت إشارة البدي للانطلاق للإبكار المحليات الأصايل في هذه الانطلاقات في مسافة الخمسة كيلومترات لتتنافس على نيل الفوز وشرف الناموس. مباشرة نبحر في عمق الميدان بعد بداية الانطلاقة ونشوف المركز الأول. وهذه جود لعلي بن غريب بن راشد الكتبي تتقدم على المركز الأول وتقود الإبكار وتتصدرهن، تليها في المركز الثاني وتأتي في ثاني المراكز. هذه ميعاد تتقدم في المركز الثاني، علي بن راشد بن حمد بن غدير يقدم ميعاد على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث هذه الشايبة لمحمد بن خلفان بالمر النعيمي تأتي في المركز الثالث، بينما المركز الرابع أشوف رابع المراكز هنا الانطلاقة من قبل جبار حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري تأتي في المركز الرابع. خامس المراكز هذه الشامخة لحامد بن علي بن حمود العويسي تتقدم على المركز الخامس، بينما المركز السادس وصلت في سمحة لمسري بن سالم بالعرطي الحميري على سادس المراكز، بينما المركز السابع سابع المراكز. وهذه تكريم في هذا الاسم الغالي والجميل سالم بن خلفان بن سالم المنصوري في سابع المراكز. المركز الثامن وصلت لسحابة على ثامن المراكز خليفة بن علي بن بخيت المسافري في المركز الثامن. المركز التاسع تاسع المراكز هذه وشاح لأحمد بن عوض بن سعيد النيادي، والمركز العاشر من الجانب الآخر بنشوف أسمها ورقمها تدخلت في هذه اللحظات. وهذه شمعة تعود ملكية المنصور بن سيف بن راشد بن سالمين المنصوري. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة في شوطنا التاسع في الإذاعة المحليات الأصايل في هذا التواصل. وهذه الشعارات العملاقة القادمة إلى ميدان المرموم والمشاركة في تحديات تمهيدي المرموم وانطلاقاته. عودة إلى الكادر العلوي في شاشة دبي ريسنجلي تشاهدون التنافس ما بين الثنتين وما بين ميعاد اللي غيرت إلى مقدمة الشوط. ميعاد علي بن راشد بن حمد بن غدير يقدم ميعاد على المقدمة والمركز الأول، بينما المركز الثاني جود تأتي في المركز الثاني، وغريب بن راشد بن مصبح الكتبي تتقدم على ثاني المراكز في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق، بينما المركز الثالث ثالث المراكز الشامخة لحامد بن علي بن حمود العويسي تتقدم على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع شوف التحركات من جبار حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري على المركز الرابع. المركز الخامس وصل التكريم لسالم بن خلفان بن سالم المنصوري في المركز الخامس. المركز السادس هذه ندى وصلت ندى عبد الله بن محمد بن عويضان العامري تتقدم على سادس المراكز. المركز السابع هذه شمعة في المركز السابع منصور بن سيب بن راشد بن سالمين المنصوري. المركز الثامن ثامن المراكز وصول وقدوم في هذه اللحظة من هاملولة عيد بن يابر بن فلاح بن حمد الهاجري يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع دولة تأتي في المركز التاسع سعيد بن خليفة بن سعيد بالقطري الخيالي، والمركز العاشر هناك وتواجد لسحابة لخليفة بن علي بن بخيت المسافري. هذه النتيجة، هذه العشر المراكز الأولى نتيجتها في هذا المسار وهذا التحدي، ولكن خلف العشر المراكز هناك أسماء وشعارات ومشاركة قوية في تشاهدونها على شاشة دبي ريسنج. عودة إلى المراكز الأولى.
هكذا عودة إلى المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، وهذه جود تتقدم وتقود مسار هذا الشوط. ياتي غريب الراشد بن مصبح الكتبي ليقدم لنا جود على مقدمة الشوط، وعلى هذا الشعار شعار قايد فيلق الجبيب الحاضر والمقدم في عالم الأصايل. عندك يا أبو راشد محمد بن غريب مقدم إنجازات وتاريخ وتحديات، يا سلام، يعود للإنجازات ويعود للمشاركة الفعالة. ولكن شوف 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 التحركات، هملولة هملولة، عيد بن يابر بن فلاح بن حمد الهاجري يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني. المركز الثالث تحرك من تكريم سالم خلفان بن سالم المنصوري من الجانب الآخر. وصلت 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 الظفرة، الظفرة لحميد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي، يا سلام. وشوف التحرك هنا من الذربة، الذرب لناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني. الدوحاني بدأ يتحرك، الدوحاني بدأ، انطلق الدوحاني، غير أمور الشوط إلى المقدمة. الذربة 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 على المركز الأول، على الانطلاق الأول، على هذه أهالي ساحل الباطنة، أهالي ساحل الباطنة. يا الدوحاني راغبين ورغبتهم في السلام، في السلامات من المرموم. بدأت مشاهدين العزاء تنطلق بالمركز الأول، تتحرك إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. وهذه الذربة الذربة الذرب ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني، سيطرت مع المركز الأول بل رقصت في الأمتار الأخيرة، قدمت هذا الانطلاق. وين السلامات لأهالي السويق، لأهالي السويق في الباطنة، سواحل الباطنة وتحديات هذا الصباح. هذا الانطلاق، سلام يا أهالي السويق، سلام يا أهالي السلطنة على هذا الفوز. مشكور يا الدوحاني ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني من قدم الذربة بيدها الجميل. بينما المركز الثاني اللي هي هملول لعيد بن يابر الهاجري، والمركز الثالث بشاير لصالح بن حمد بن سعيد بن غصنة، والمركز الرابع هذه وصلت لمانع بن يمع بن سعيد الغويص، المركز الخامس اللي هي لسعيد بن خليفة بن سعيد بالقطري. يا سلام، هذه النتيجة، هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام لهذا الشوط. عودة إلى التوقيت الزمني، ما شاء الله في الأمتار الأخيرة. شوف الرقص، الذرب ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني من فازت وقدمت توقيت زمني 7:43 بالوفاء والتمام. تهانينا ومشكور يا الدوحاني، وسلاماتنا لأهالي السلطنة وأهالي سواحل الباطنة جميعا على هذا الفوز وعلى هذا الناموس والأداء الجميل في الأمتار الأخيرة. المركز الثاني وصلت فيها ملولة، قطعت المسافة في 7:48 وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك ملولة اللي هو عيد بن يابر الهاجري. والمركز الثالث هذه بشاير، قطعت المسافة في 7:48 وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا لصالح بن حمد بن سعيد بن غصنة العامري. هكذا تهانينا للجميع. يستمر التواصل، تستمر الإثارة مشاهدينا الكرام في انطلاقات، تستمر الانطلاقات.